ليلى حداد. إن شاء الله ألف مبروك على انتصاركم في معركتكم اللي خضتوها في الانتخابات التشريعية المؤخرة، وأكدتم أيضا أنه عندكم تقريبا 31 نائب في تحصيل الحاصل، يعني كتلة برلمانية محترمة ومحترمة جدا من حيث العدد. كنت حدثنا على موقفكم، هل ما زال كما هو من مسار 25 جويلية ومن الرئيس الجمهورية، وانتظارات أيضا الشعب التونسي اليوم من حركة الشعب تحت قبة البرلمان القادم؟ طبعا نحب نحيي كل أهنا في كل ربوع تونس على ثقتهم لحركة الشعب واللي قدموه من خلال يعني النسبة اللي تعتبر مهمة بالمقارنة للقانون الانتخابي اللي هو على الأفراد كما تعلمين، معناها هو قانون صعب نوعا ما بالنسبة للأحزاب، وكان هناك إرادة قوية لتذويب وانحلال الأحزاب السياسية، لكن حركة الشعب معناها من أهم النجاحات اللي حبينا اليوم نبينوها إنها حينما كانت قريبة من الشعب بل تزايد وتضاعف عدد نوابها في هذه المرحلة، واللي يوصل يمكن احنا 40 ولكن عنا 10 نواب، اعلنا على 31 لان عنا 10 نواب عندهم تعون لدى المحكمة الإدارية، وبالتالي في بداية ان شاء الله شهر مارس ستكون الكتلة في تزايد، خاصة لدينا اصدقاء يريدون الدخول لهذه الكتلة، كذلك هناك شخصيات وازنة نعتبرها ومهمة جدا ونحن نستضيفها في هذه الكتلة، باعتبار ان هذه الكتلة ستكون ليست كتلة رئيس الجمهورية، لم نكن يوما حزب الرئيس وإنما كنا حزبا يدافع على مسار 25 جويلية وعلى خيارات مسار 25 جويلية وعلى طلبات اللي جيت بها، وخاصة الطلبات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي اللي احنا إلى حد اليوم نعتبره هو المطلب الأساسي. هذاك علاش يمكن الأمين العام حتى في تدخله اليوم أكد على التنقيحات التي يجب أن تكون في بعض القوانين اللي هي مجحفة في حق التوانسة، قانون المالية اللي كان معناه كله ضرائب وتقريبا معناها مس من القدرة الشرائية من المواطنين، كذلك القانون الصرف، قانون البنك المركزي وغيرها، وهذا من بين يعني القوانين التي سيكون صوت حركة الشعب وكتلة حركة الشعب من بين التي ستكون عالية من أجل هذه المطالب. نحن نريد أولا أن نبين للرأي العام التونسي وللرأي العام الخارجي أن الأحزاب السياسية ما زالت متواجدة ما دامت هي قريبة من الشعب والمصالح الشعب، ما دامت نظيفة اليد، ما دامت يعني كل انتظاراتها هو تحقيق الرخاء للمواطنين وكل المواطنين التوانسة وليس لأحزاب سياسية أو كذلك. نحن كذلك قلنا بأن الفترة هذه ستنتهي بالإعلان النهائي للعدد النواب ودخول وأداء اليمين بمجلس نواب الشعب، وتدخل تونس من جديد إلى الحياة العادية وخروجها من الفترة الاستثنائية، ونعتبر هذا تحقيق هدف كبير وكبير جدا حتى نعطي صورة للرأي العام الدولي، خاصة أن تونس رجعت إلى سير الدواليب الدولة العادي وخرجت من الاستثنائية. طالبنا كذلك ونطالب من جديد ونجدد أن تكون هناك حكومة سياسية، على اعتبار أن الاستراتيجية والبعد الاستراتيجي لأخذ القرارات المهمة يجب أن تكون هناك حكومة سياسية وتطرح برنامجها على مجلس نواب الشعب حتى معناها نقدر ما قيمة هذه الاستحقاقات وبرنامجها على مدى تلك الفترة التي ستكون فيها هذه الحكومة حتى تحاسب ويكون دور الرقابي داخل مجلس النواب. لا يمكن بحال من الأحوال يعني تحقير مجلس نواب الشعب ما دام هناك نواب قادرين على مساءلة الحكومة وقادرين على الدفاع على قوانين هي الأقرب إلى الشعب، وبالتالي سيكون دور حركة الشعب هو دور مسؤول ودور كبير جدا في يعني الخوض غمار الدفاع على قوانين ومصالح المواطنين التونسي. طبعا بالمشاريع أنتم تابعتم أكيد حركة الشعب في الفترة النيابية 2019 و2020 و2021، طبعا فترة قصيرة ولكن كان صوتنا عالي ب 15 نائب، وسيكون صوتنا عالي كذلك بأكثر من 30 نائب إن شاء الله. إن شاء الله. هل هناك نية من قبل حزبكم اللي اليوم عنده حسابيا وتطبيقيا كتلة محترمة من حيث العدد، هل هناك نية للقيام بتحالفات مع من يمثلون تقريبا مسار حركة الشعب أو أفكار حركة الشعب؟ مثلا تلتقون أنتم مع مبادرة لينتصر للشعب اللي هي مبادرة تدعم مسار 25 جويلية وتلعب أيضا دورا نقديا، قال لك لسنا حزب الرئيس وهم ما زالوا حقيقة ما همش حزب، هل هناك نية للتحالفات؟
النية للتحالفات أكيد مع كتل نيابية وازنة داخل مجلس النواب الشعب، حتى تكون كذلك يعني تمرير القوانين بشكل كتل وازنة وقادرة على تمرير القوانين. ونحن نعلم جيدا أن حتى يمكن القانون الداخلي بالنسبة لمجلس النواب الشعب الآن إن لم يتم إنشاءه وسيتم معناها دراسته من قبل نواب الشعب الجدد، ولكن أيدينا مفتوحة ما دامت لجميع الكتل اللي هي في نفس معناها التصورات في نفس المطالب، في أنها تكون معناها تترجم فعلا داخل مجلس النواب الشعب خيارات قابلة على إصلاح الدولة، قابلة على الرخاء دفع الإصلاحات هذه والقوانين هذه إلى الرخاء الاقتصادي بالنسبة للمواطنين التوانسة. نحن أيدينا مفتوحة ما دامت هناك تقاطعات مع بعض الكتل السياسية والنيابية اللي باش تكون في مجلس النواب، ولسنا مغلقي الأبواب، بالعكس نحن دائما نشاطر الرأي وندافع على خيارات اللي هي ممكن ان هي تجعل من هذا المجلس نواب الشعب مجلس نواب شعب قوي، عكس ما يتم ترويجها الان واحباط الراي العام التونسي والراي العام الدولي وترويجه على اساس انه تحت سلطه رئيس الجمهوريه. سيكون لكل حادث الحديث ان شاء الله حينما نكون داخل مجلس نواب الشعب. أولويات كتلة حركة الشعب تحت قبة البرلمان القادم باش تبدأ بالضبط؟ نعرفوا الناس الكل إنه الشعب التونسي اليوم يعيش في وضعية اقتصاديا صعيبة برشا، وأهم ملف تقريبا وانت عرجتي عليه هو الملف الاقتصادي والاجتماعي. أكيد يجب معرفة وتوضيح كل الأعمال الحكومة حول نحن نعرف سيتم الاقتراض حوالي معناها نسبة كبيرة 24 مليار دينار، معناها 14 منها من قبل دول معناها دول أجنبية ومنظمات دولية، والبقية من داخل تونس حوالي 9 مليار دينار. بالتالي نحن نريد أكثر شفافية من أين التمويلات، كيف يمكن، هل هناك خيارات مع بعض الدول الأخرى اللي هم مادة يدها وتريد مساعدة تونس. طبعا الملف الاقتصادي والاجتماعي هو من أهم الأولويات بالنسبة لنا، واللي معناها باش يكون معناها النقطة الأولى في انطلاق عملنا في مجلس النيابي إن شاء الله.